لا اله الا الله قلتي الجويري الجويري وقول جوع كربوت يا هو على ولا بدير هذيك العائلة بالعيا عائلة وحدة ولا مخفرخين؟ لا ولاد بوس فيها خليته في فواكي هذا ما يجمجم والبريهي والبريهي العاشوري العاشوري الله يرحمه راه ماتلو الدري قلب مات ذاك الولد ديالو زيد دخل تما بوحجار صنهاجي صنهاجي دي ديها وما زرهوني كنا زرهوني زرهنا زرهوني بريطانيا عاشو واللي ما سمع اللي ما كنا كاين الاسماء ديالهم يفكرونا بالاسماء مره اخرى نوليو نذكروا السميات ديالهم يفكرون يفكرون ادخل سيتو عاود وهذاك اللي كان خدام الطوبيس كيسميتو قويدر قويدر بال نسينا بال ها قويدر شنو قويدر ماذا؟ بن عزوز بن عزوز وعائلة بن الماحق بن الماحق وعائلة الصبان الصبان شمام 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 علامة والسلاوي اللي كان خدام مع الباشا السمن عليك مولاي احمد بو يوسفي ايه بو يوسفي والباهي مولاي الباهي العلوي الباهي العلوي الكولالي الكولالي الله يرحمهم الكولالي الكولالي الله يرحمهم بالغماري بالغازي قلنا ها الكتاتي ايه والعائلة الكتاتي والعائلة بن الحسين قلنا بن الحسين الاخر اللي كان شاف حمدك وواحد ولادي شوف شنو يشرب اخي اشوف شوف شنو يشرب الله يغفر له يمشي كافي والزبع الزبع ايه عزوز بن علال عاوتاني ابن عزوز وعزوز جريري هو وخا هو هذاك عزوز بن علال محمد البقالي مشي بو عمود حتى هو كان تازي بو عمود والعباس والعباس والقندوز قندوز وبو كلايت ولا كي كتعيطوا البول بو كلايت ولا شي حاجه بحال هكا بو كلاتا شيب شيابب شيبوب خاخ حاج ميمون كبران جيلاني كبران جيلاني وشكون هو هذاك اللي مات ولاو دفنوه ولاو خرجوه اللي كان يجيو لولاد الماحي الكابيتان اي قبطان عمار قبطان عمار الماحي اي شنو هي القصه هذا وعلى القشار عائلة القشار كلها عائلة المسيح فاطمة المسيح وعيشة عمي المراكشي الزاوية أبو تسميح أبو عمي قلنا عمي إيه عمي المراكشي اللي كان في الزاوية هي المراكشي وعمي والبريهي الزنقة ديالو قلنا كي دار داك الخدية نتاعها؟ واحد النمرة مولاي أحمد كوكو شكون هو مولاي شكون مولاي أحمد كوكو شكون هو؟ مولاي أحمد كوكو زمان كبير ساكن ما بقاش دابا ما مولاي أحمد كوكو ما خلات الركة خلا بن عيشة وخلا مات وساكن قميح قلنا هذاك السي محمد والقباق بيك الباشير وخاه المرانيين خلاص هما وابني تزيم كانوا كيحبسوا عليهم مالينا وهذاك زي كيفاش ترى ذاك القبطان قال لك مات وكذا توريزا ما توريزا انت راك ذاك الساعه عارف عاقل ايام الاستعمار هكاك شنو ترى له؟ ايام الاستعمار دفنوه قال كان ولا فرنساوي دفنوه ولا يطلح عليه ذاك الشيء نعم ودابا كان جزائري ها؟ ولا التازي وسي جلول كي سميتو؟ خاوه ها؟ لا جلول اخر اللي بالدريبه اللي استاذ هو وخاه جلول ولد المراويه ولا كيكاي ولاد الحموشي لا جلول ولد المراويه ولا اللي في الدريبه اللي كانوا ساكنين جلول هو وخاه هو وخاه ايه ما كيف مثل اسماعيل عاوتاني العائله تاع الخصاصيين الخصاصيين ايه الخصاصيين
عبد الله الخصاصي. مس الكراسي غير لقب هذاك حاجي هو والعيساوي، مس الكراسي ما كاينش. هادو شكون هادو؟ الله اكبر. السلام العربي. واللي ما ذكرناش جاي نذكروه مره اخرى. الله يرحمهم وجاتهم بركه. ولاد بن سعد. بن سعد. بن سعد. والعائلة مهدي. مهدي اللي في دربي. مهدي حتى هي. مصطفى الخياط مول كيران. مصطفى. الجزائريين هذوك شتهم هو. نعم كرة كرة معلم محمد، معلم محمد كرة الزنيبري، الزنيبري ولد علي والشريف، ولد علي والشريف، ولد علي والشريف والكحل زيدو الكعوي حتى هو ساري على الكعوي دخل حتى ترك نادي ادخل مع باسوطا. ها باسوطا باسوطا ولد كي كيجي له باسوطا كي كيجي له المعلم محمد عمو كي كيجي با كيجي كيجي هو كيجي كيجي المعلم منصور عاوتاني منصور شرادي منصور شرادي والعسل والعسل شرادي غير مربي نعاود غير مربي المعطي بهم شرادي مربي المعلم المعطي كل معطي معطي شمشير معطي شمشير المعطي اللي كان كيخلي يتعاون المعطي اللي كان في شرادي وزير الشحمة الشحمة كان معاه بوحدة ديك الشحمة وعائلة بوحدة الله أكبر وبن الطالب بن الطالب ايه وكنا بن الطاهر التوزاني الوزانيين حاج محمد حاج الوزانيين الوزاني كانوا في جامع كبير. وبن طاهر التوزاني قلناه. آه. اللي كان كيبيع الذهب. والصابور معلم الصابور. الصابور حتى هو. والبزور. والتسوري. اللي مراسل معاهم. ولاد البزور. كان كيديروا التسوري. التسوري ايه. والثاني اللي كيجي القطاطيين. البزوريين. البزور. البزوريين كاين. حاج خدور السي محمد خان. وعاش مالح حتى يدر قبل السوق الله يذكره بخير نعم توازاد كسواسه توازاد وشكون هو هذاك اللي كان كيدير اليهودي اللي كان كيطرب المخايب قبل السوق اللي كان كيديروا لنا داك الشيء بعد العيبود 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 بوشبعة 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 كان طرب جامع كبير هو عبد الله ايه هو عائلة بافو ايه بافو ولاد بافو بقلول ايه لا ما قلناش بقلول ايه ولا قلناهم ما نعرفش حمامي يا مالك حمامي كي كيجي با ولد خالته انا ولد عم الوليد وكي ولد عمي تيتي ولد خالته بوحده هو الله يرحمه وتيتي ونجد النجار انا النجار تيتي هذاك هذاك تيتي غير لقب ما هو النجار والصويط تيتي ولاد تيتي عاوتاني النجار النجار ولاد المرزوق المرزوق هادو اللي عاود بانو الثاني نينيس تا هو تادي ولد واخا حتى هو بوحدو كيتكلاو ما نقصيوهمش والناس نتاع الشقه